بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي بقى برضه مقدمة في الكورس عن ترتيب سهولة المجموعات الوظيفية للاختزال. أول مجموعة عندي سهلة جدا جدا بتختزل، اللي هي الأسيد كلورايد. الأسيد كلورايد اللي هو بيبقى شكله RC دبل بوند OCl، بعمله بال قلنا قبل كده بالباليديوم المنشط، بالباليديوم المثبط، أنا آسف، مثبط دي أكتيفيتد. طبعا دي أكتيفيتد، هو سهل جدا، بيديني الدهايد، بيشال ال H، بيشال ال CL ويديني الدهايد. تاني مجموعة في السهولة مجموعة النيترو. النيترو دي مجموعة سهلة جدا بتختزل، بختزلها ولغاية دلوقتي لسه منعرفش ايه الكاتاليست، وانا اعتقد دلوقتي بس لسه هنشوف لان مش محدد. بيديني الامين الاولي RNH2. الاسيتيلين بعد كده سهل جدا، اللي هو تريبل بوند. باللندر هيديني اوليفين، وده سبيسيفيك، دي حاجه يعني اختياريه. لكن لو انا عملته باي شكل، سواء بالبلاتين او بالراني، بالبلاتين عادي او الراني، هيديني على طول البارافين، ما فيهوش اختياريه. لكن لو انا عايزه يديني الاوليفين، هتشتغل باللندر. الايماين اللي هو سي دبل بوند ان اس، اللي هو الايماين ده، احنا قلنا الايماين دوت بستخدمه لي في الذوني. يعني ثانية واحدة هتأكد، هو يعني ده اللي هو فعلا ممكن الذوني يستخدم في الأمونيا، مجموعة بتحتوي على نيتروجين، بس برضه مش كاتب. بس هيديني اللي هو الأمين برضه RCH2NHR، هيديني أمين عادي. الألكين طبعا سواء بالبلاتين، وهو أفضل حاجة، أو مجموعة البلاتين اللي هي مجموعة البلاتين، مش البلاتين شخصيا يعني، هو بيديني برضو البارافين بمنتهى السهولة. الألدهايد بيختزل لكحول، واحنا قلنا دوت بنستخدمه، واحنا قلنا في يعني اللي قريناه قبل كده، ما قلتلوش ان انا بالبلاتين لو استخدم املاح الحديد 2 موجب 2 مع البلاتين المنشط الاكتيفيتد بلاتين بالحديد، بيديني الألدهيد، بيديني الكحول، مش بيديني البرافين اللي هو الأليفاتي. كحول الألدهيد بحط له بلاتين منشط بحديد بيديني الكحول. الكيتونات، الكيتونات احنا قلنا برضو اللي هو اعتقد الاتكنز كاتاليست، متخصص في اختزال المجموعات اللي بتحتوي اكسجين، هيديني اللي هو الكحول الثانوي. الكحول الثانوي دوت سواء الألدهيدات او الكيتونات، على فكرة برضو احنا قلنا دي ممكن الاستخدام برضو اللي هو البلاتين، البلاتين اللي عليه شوية حديد 2 برضو بيختزلها. اختزال الفتيات كحولية صعبة، بستخدمها بيديني كحولات. يعني لما بستخدم البلاتين المنشط مع حديد اللي هو فيه مثلا حديد كبريتات الحديد اللي هو الحديد 2، بيديني الكحول، وممكن بعد كده يختزل يديني اللي هو البرافين، ولسه برضه ما نعرفش اللي هو الوضع ايه، اللي هو بتاع الكاتاليست بتستخدم الاستر. الاستر بقى ده بيحصل له هيدروجينيسيس برضه باستخدام، احنا قلنا بيستخدم ايه، الاتكنز. الاتكنز بيديني بستخدمه بيديني اللي هو بيحصل هيدروجينيسيس، ومعروف الاتكنز ده بيستخدم للاسترز، بيديني الكين وبيديني ار اتش، بيحصل هيدروجينيسيس للاستر. يعني بعض التفاعلات بيحصل لها هيدروجينيسيس، وبعض التفاعل بيحصل لها ريدكشن. تريبل بوند ان، احنا قلنا اللي هو دوت اللي هو النيتريل او اللي هو السيانايد ده، احنا قلنا بيراني هيديني امين اولي RCH2NH2. بعد كده حلقتين البنزين او الحلقات اللي هي مرتبطه ببعض دي بتبقى اسهل شويه من البنزين لوحده، برضه بيديني تيتالين، واعتقد دي بالنيكل، يعني بيديني تيتالين كمان حلقه اولى اللي هو حلقه واحده بتختزل، بعد كده حلقتين اللي هو الديكالين. إيه اللي انا اسف ده مش الاستر، ده غلطه مني،
على فكرة انا هنا اسف، ده هنا اسمه، ده انا غلطت، ده هنا الايثر، الايثر، الايثر بيحصل لها هيدروجينوس، ايثر بيحصل لها هيدروجينوس. يبقى بعد الالدهايد والكيتونز في الاستر هيدروجينوس، هيديني برضو ايه، نصين ار او اتش كحول ويديني بافين. احنا قلنا بعد كده اللي هو الحلقتين البنزين، بعد كده الاستر عن طريق اتكنز، اتكنز بيحصل لها هيدروجينوسيس برضه نفس الفكره بتاعت الايثر، هو الاستر هيديني هنا، هنا دي ار او اتش وهنا ار او اتش، يعني اتنين كحول كحولين برضه باتكنز. وقلنا ان البلاتين طبعا او البلاديوم او المجموعه بتاعت اللي هي البلاتين ما بتنجحش مع الاستر تعمل له هدرجة. الأمايد ده أخو الإستر برضه بالأتكنز، وهنا مفيش هيدروجينوسيس بقى زي الإستر، هيديني RCH2NHR، RCH2NHR. حلقة البنزين ودي صعبة أعتقد، بالظبط إحنا خدناها، هيديني سايكلو هيكسان، الأحماض الكربوكسيلية خاملة. نرجع مراجعة سريعة على الترتيب، الأسيد كلورايد سهلة جدا، بعد كده النيترو، بعد كده التريبل بوند، بعد كده الامين، بعد كده الالكين. الملحوظه هنا ان اللي دخل في النص الامين، دخل ما بين التريبل بوند والدبل بوند، ودي غريبه. بعد كده الدهيدات، كيتونات، ايثر، الدهيد، ايثر، بعد كده سيانيد، بعد كده اسيد كلورايد نيترو، نيترو أستيلين، إيمين، ألكين، ألدهايد، كيتون، إيثر، سيانيد. حلقات بنزين متعددة، إسترات، إستر صعب، أمايد أخو الإستر أصعب، حلقة بنزين صعبة جدا، أحماض كربوكسيلية ودي خاملة تماما ما بتحصلهاش. شكرا، وأشوفكم الفيديو الجاي.